يصل المرقب في الله على مكة وجمهور مكة اللي تشوفونه بهذه الأجواء التي لم تعشها ملاعب مكة منذ فكة إلى نهاية كأس ولي العهد قبل 38 عاماً حينما كان التواجد الأخير في معلومة فوز إنجلترا ببطولة كأس العالم الوحيدة هي أيضاً تلك السنة سجلت حضور الوحدة كبطلاً لتلك البطولة بطولة كأس الملك وعلى حساب من شاءت الأقدار بأن تكون على حساب الاتفاق ففي هذا المساء وسط هذه الجمهرة وسط هذا الحشد الكبير